مساء النور، النور. اهلا وسهلا. والله انا كنت فاكر الساعه 8 بتوقيت السعوديه ونازل من الطياره جري علشان الحق اي حاجه، فلقيت ان الساعه 9 بتوقيت السعوديه، فالحمد لله. لا لا كويس، الحمد لله. طيب كويس مناسب. احنا دلوقتي لايف على اليوتيوب. ممتاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا، مساء الورد عليكم. لو أول مرة تحضر البودكاست معنا، أنا سامح مكي، وبنطلع لايف كده كل يوم أربع الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة، وبنتكلم عن مواضيع مهمة جدا تفيدكم إن شاء الله تحت مجالين كبار، ألا وهما تطوير المهارات الإدارية وتطوير كمان المسار الوظيفي والمهني لكل المحترفين. النهاردة إحنا في استضافة تطبيق فيدني، هي منصة ممتازة لتبادل العلم الحقيقة بشكل كده بسيط وسهل، وكمان تعتبر يعني شبكة تواصل عشان نقدر نستفيد من الخبراء والمحترفين كمان اللي حوالينا ونطور من نفسنا بشكل فعال. تكلمنا عن البودكاست وتكلمنا كمان عن تطبيق فيدني، ويبقى العنصر الأهم ألا وهو الضيف الكريم الرائعة المتميزة. أنا أحب الحقيقة في الأول كده أعرفها، مع أن أنا متأكد أن كل الناس تعرف ريهام الهواري، ولكن للقلة القليلة اللي ما تعرفش ريهام الهواري، وأنا هجيبها من الأول كده شوية. هي مهندسة معمارية، ومش غريب طبعا، إحنا عندنا في هندسة بنقول كده الجميلات بيروحوا عمارة، فيعني ده طبيعي خالص أن هي تكون قسم عمارة. جميل. عندها أكتر من درجة علمية كمان بعد هندسة، عندها أكتر من دبلومة وأكتر كمان من ماجستير. عندها دبلومة مثلا في علم النفس المؤسسي، عندها كمان أكتر من ماجستير أهمهم الحقيقة في الظهور العام وكمان في الصحة النفسية. خلال مسيرتها المهنية كده تقلدت كتير من المناصب ما تعدش الحقيقة. بدأت في المجال الصناعي واشتغلت مدير عام لفترة مش قليلة، وبعد كده كمان راحت ترأست وأسست كمان أكتر من شركة بتشتغل في التدريب والاستشارات، الحاجات اللي ليها علاقة بالتنمية البشرية وتطوير الذات والظهور العام. هي أخصائي علم النفس المؤسسي وتحليل السلوك، كوتش في مجال الظهور العام والمرونة الذهنية، ورئيس شركة بيرسونا انترناشنال تنمية المهارات الذاتية والمؤسسية، النجمة المتألقة اللي بنتعلم منها، مهندسة ريهام. ريهام منورانا ومشرفانا، والله بجد أنا سعيد جدا جدا إن أنا اللي معاك النهاردة. والله أنا سعيدة جداً إن أنا معاك ومع على فيدني، ومن امبارح مش عارفة أنام من السعادة، وقعدت بقى نزل بوس ونعمل لايف وطلعته من السرير عشان تطلعوا معايا لايف، وعم يعني I'm very excited, I'm very happy، مبسوطة جداً بالناس اللي شاركت. أنا كنتش متخيلة العدد ده، متشكرة جداً إن أنتوا معانا. المرسي على التقديم الأكثر من رائعة دي يا سامح، يعني مش عارفة أقول لك إيه، بس أنت دايما والله أقل من مهانك. ربنا يخليك، أنا سعيدة جدا بوجودي معك، والحمد لله أن أول مرة نطلع على منصة فيدني تبقى بودكاست ليا معك، دي حاجة تسعدني جدا، وإن يبقى ده أول ظهور ليا على فيدني. إن شاء الله بعد كده يبقى في حاجات تانية وننزل كورسز والكلام ده، بس for the time being ده الديبيوت بتاعي زي ما بنقول يعني. إن شاء الله رب العالمين. أنا حابب أشكر الحقيقة كل الناس اللي انضمت معنا زي ما قالت ريهام كده، حابب كمان أشكر كل الناس اللي مش هتقدر يعني تنضم لينا دلوقتي وتشوف إن شاء الله رب العالمين البث بتاعنا ده بعد إذاعته كده على اليوتيوب، وكمان على كتير من المنصات اللي إن شاء الله رب العالمين ينزل عليها الريكوردنج بتاع اللايف ده. ريهام، رحنا لموضوع مهم للغاية لكل الناس اللي بتشتغل في سوق العمل من أصغرهم لأكبرهم، موضوع البابليك سبيكينج، وإن الواحد يطلع كده ويبدأ يتكلم على الملأ ويوصل الفكرة اللي في دماغه. والحقيقة الموضوع مع إنها ممكن نقول كده ان ايه مظلة، ممكن كمان تيجي تحتها كتير من المهارات، ولكن هي من الحاجات اللي ممكن نتعلمها وممكن نشتغل على تطويرها، وفي نفس الوقت الحقيقة هضيف اضافة اخيرة كده ان هي حاجة مش سهلة خالص، حاجة بترعب الجميع. ده حقيقي، ده حقيقي. مهما كان المكان صغير بتلاقي الموضوع لحد ما مرعب. انا عايز اقول لك امثلة بسيطة خالص، يعني انا لو دخلت مسجد هأم 2-3 ممكن ساعات اللي هو ايه لو مش متعود على الموضوع احس ان ضربات قلبي زادت ووشي احمر وحصل لي مش عارف ايه وهكذا،
لو مثلا موجود في مكان عام والله واتعمل مسابقه وقالوا يا جماعه مين يشترك معانا وحد شاور عليا، ممكن الموضوع يبقى مربك جدا وهكذا. ليه 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 كده؟ ليه موضوع البابليك سبيكينج فيه كل الخوف والرهبه دي؟ طيب هاخدها سنه كده من اول خالص. اي طبعا. تحدث قدام ناس ده بيعتبر one of the fears، يعني احد لما كده ندور على جوجل نخش نقول ايه الفيرز بتاعت البني ادمين، يطلع لك presenting in front of public. بتساعد في ويب سايت هتلاقيها واخده المقام الاول قبل يعني اكتر من الموت نفسه. وفي ويب سايت تانية انا عشان يعني الامانه العلميه فبقول على كذا حاجه، في ويب سايت تانية بتقول لك ان هي بتيجي نمره 10 بعد رهاب الانسكس ورهاب الموت والاجورافوبيا والحاجات دي كلها. لكن في in all cases احنا بنقول ان هي واحد من الفيرز المخاوف بتاعت الانسان psychologically. انا معاك ان هو دايما شيء بيخاف منه، بس لو احنا فكرنا فيه غلط او لو احنا شايفينه بالمنظر اللي احنا حاطينه في دماغنا فنبقى غلط. لان هو الخوف خليني اقولها برضو حتة تاني من الصغيرة بعدين نخش في ديتيلز. الخوف ما بيبقاش يسمح من ان انت تتكلم قدام الناس، يعني مش ان انت تفتح بقك ويطلع منك صوت والصوت يوصل للناس. الخوف بيبقى ان الناس تحكم عليا ازاي، ان انا هيقولوا عليا انا كويس ولا مش كويس، ان انا هفتكر اللي هقوله ولا مش هفتكر اللي انا هقوله، هبقى تريقت الناس ولا لا. فالخوف مش ان انا اقف قدام الناس واتكلم، لا، ان هم they will judge me، ان هم هيحكموا عليا، ان هم هيحطوني في ليفل معين، في كادر معين، في صوره ذهنيه معينه. هل هتنجح هل هتفشل ما ببقاش عارف. فهو ده الرعب، مش الرعب من الببليك سبيكينج. وده اللي انا عايز اقوله للناس، لو سمحت الخوف مش من الببليك سبيكينج، مش من البرزنتيشن سكيلز، الخوف يبقى انترنال. عشان كده دايما اقول الناس اللي بتخاف هتخاف من حاجات كتير، مش هتبقى اللي هتكسر الحاجز ده هتكسر حاجز في حاجات تانية كتير. جميل. ريهام، ليه البابليك سبيكينج حاجه مهمه؟ احنا قاعدين نقول والله حاجه لحد ما او مهاره لو اتعلمتها واشتغلت عليها كويس لا هتطور منك كتير، هتساعدك في والله موضوع الكارير بتاعك وان انت تمشي فيه خطوات بشكل اسرع. ليه البابليك سبيكينج مهم؟ public speaking مهم لان speaking مهم يا سيد. ان انا اعرف اتكلم وان انا اعرف اعبر وان انا اخاطب ناس واخاطب افراد او اخاطب مجموعه كبيره او مجموعه صغيره او كده زي بودكاست انا وانت، ان انا اعرف اتكلم ده بيحطك في مركز في حياتك المهنيه وحياتك الاجتماعيه من حته تنقلك حته تانية خالص. ويعني ايه اعرف اتكلم معناها ان انا اعرف اعبر عن الافكار اللي في دماغي بطريقه منظمه وسلسه توصل الناس اللي قدام. وبالتالي لازم نبقى عارفين ان البابليك سبيكينج اللي احنا بنعمله دلوقتي، يعني الناس تقول لك ايه لا 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 اصل انا مش مهم البابليك سبيكينج وانا هستعمله في ايه، لا، هو اي حد هيطلع في بودكاست معاك محتاج بابليك سبيكينج. يعني انا دلوقتي بعمل بابليك سبيكينج، انت بتعمل بابليك سبيكينج. بابليك سبيكينج يعني بتكلم بخاطب ناس عايزاهم يبقوا انسبايرد وانجيجد وانترستد في اللي انا بقوله، هو ده public speaking. يبقى انا بتكلم علشان اللي بيسمعوني مش يعرفوا معلومه، هي دي بقى presentation skills. فاكر امبارح واحنا في اللايف قلنا كتير ما بين public speaking والpresentation شتان، يعني زي ما بقول لك الاثنين احنا هندسه انا وانت، هندسه لكن انا عماره وانت مدن، صح؟ مدن انا كهرباء كهرباء يعني احنا الاثنين مهندسين لكن انا عماره وانت كهرباء، يبقى الاثنين بتقعد بتتكلم قدام الناس، بس ده قصه وده قصه تانية خالص. صحيح. مشكله الناس انا عمر ما شفت بني ادم ما بيعرفش يعمل public speaking. دي بقى مفاجاه بقى هقولها لك واقولها للناس كلها، ما فيش كائن مكان ما يعرفش يطلع يتكلم قدام الناس. بس اللي انا اكتشفته
ان الاسلوب اللي اتعلموا بيه غلط، المعلومه اللي وصلت لهم غلط. فدايما انا بشتغل مع ناس ببتدي من اول، يعني حتى البابليك سبيكينج كورس بتاعي انا ده بتاعي، يعني مش ده اللي هتلاقيه في حته ثانيه، لان من التجربه العمليه احنا مهندسين، يعني الحاجه لازم تبقى في الاخر اقدر استفيد بيها، تبقى فانكشنال، يبقى ليها وظيفه. غير كده الدش ده ملوش اي معنى، انا ما بفهموش لما واحد يتكلم لكلام يعني. فالبابليك سبيكينج انا دايما مشكلتي في كل الناس اللي بعمل لها كوتشنج او الناس اللي بديها كورسز، ان بلاقيهم اتعلموا حاجات غلط عقدتهم، يعني كلكعت لهم الدنيا اكتر. فلا البابليك سبيكينج مهاره مهمه، لان احنا كلنا بدون استثناء بنطلع بنعمل لايف، واحد يعني اي واحد فينا حتى اللي حاضرين دول كلهم اكيد في لحظه ما في وقت ما طلع عمل فيديو على اليوتيوب، ولا عمل فيديو على لينكدين، عمل فيديو مع عيلته، قعد وسط 10 20 واحد بيتكلموا مع اصحابهم بيعرض فكره، عمل مشروع تخرج، يعني ما هو هيعدي عليك، هيعدي عليك مش لا مفر منه بس. ولا سيما دلوقتي كمان ان البابليك سبيكينج زي ما كنت بقول لك امبارح، البابليك سبيكينج زمان كنا بنتكلم على المشاهير والناس اللي ليهم باع اجتماعي وباع سياسي وباع ثقافي، يقفوا يخطبوا في الناس عشان او باع ديني عشان يخطبوا في الناس ويأثر فيهم، هم كان مقتصر على ده بس. لكن بوجود السوشيال ميديا، بوجود كل البلاتفورمز، احنا على طول بنعمل public speaking. فالpublic speaking either in person او online دي طريقة او دي طريقة، بس at the end of the day الconcept. طب انا يخطر في بالي حاجة دلوقتي، هل يا ترى في فرق ما بين public speaking اللي هو in person ان انت تكوني واقفة قدام ناس، ولا على stage على سبيل المثال، ولا في غرفة اجتماعات فيها عدد لا بأس به، وان انا اكون والله اونلاين زي الكيس اللي احنا فيها دي مثلا، والله ان انا اكون بعمل بودكاست او طالع لايف بتكلم مع الناس في حاجه. وكمان الحاجه الحقيقه اللي ممكن تخطر ببالي، بما ان الواحد يعني بيصور فيديوز من وقت للتاني، الا وهو الكاميرا. في فرق ما بين الثلاث انواع دول بشكل كويس لما نيجي نتكلم عن البابليك سبيكينج؟ اوكي. الثلاثه بتتكلم بتخاطب جمهور، بس الليفل البيرسوناليزيشن بتاعك هو اللي مختلف من تاني لتاني، والافورت مختلفه من تاني من واحد لتاني. لو انا هتكلم على بابليك سبيكينج، ان انا واقف على ستيج او واقف على بوديوم بكلم ناس، ده بيبقى محتاج كواليتي صوت معينه، لازم اغير في الكواليتي الصوت بتاعتي دي. محتاجه سنه جرأه عن اللي احنا بنعمله ده دلوقتي. ليه؟ لان الجرأه ان انت بتمثل public speaking، احنا بنسميه art، the art of public speaking. فلازم اقول ان احنا once ان احنا بنكلم مجموعة بين perform، احنا بنسميها we're performing. مش عايزة اقول الكلمة بتاع الكلمة اللي بتضايق ناس كتير اللي هي تمثيل، احنا مش بنمثل بس بنؤدي، بن perform. فانا I perform بمعنى ان انا لو انا واقفة على الستيج، طب انا هperform بايه يا سامح؟ هبرفورم بجسمي، بودي لانجويج، لغه البشر، بان انا امشي قدام الناس ببرفورم بس مش الكلام والافكار، لا كمان بصوتي، بالبودي لانجويج، بالموفمنت بتاعتي. مش كل الناس ترتاح باللقطه دي، علشان انت you're exposing yourself، كل جسمك ظاهر، بتبتدي تتحرك قدام الناس، وده مش كومفورتبل، مش مريح لاي حد. الصعوبة بتاعت اللي هو انت يعني بتخاطب ناس على الطبيعة. طيب التاني، لما اجي اخاطب ناس كده زينا قدام على الكاميرا، لازم ابقى متخيلة internally ان انا قاعد قدامي ناس، عشان لما اجي اتكلم مش بكلم سامح، لا ده انا بكلم الناس through سامح. وبالتالي انا عملت ايه اول ما قعدنا مع بعض؟ انا شفت الناس اللي ظاهره، عشان لو عرفت حد فيهم، عشان لو عرفت مثلا ثرو مسجز هما بيكتبوها على لينكدين، ابقى انا عارفه هو بيفكر ازاي، فابقى اقدر اخاطبهم بلغتهم، فدي جت انجيجد معايا. وده حصل قبل ما نبتدي، يعني I'm trying to see ازاي I engage اللي حاضرين معانا كلهم عن طريق
سامح بيتل سام، فبين ان انا بتكلم معاك، لكن هو اكتشولي انا بكلم الناس دي كلها. واضح تمام، واضح جدا جدا. والحاجه الثانيه ان انا الكاميرا دايما في الظهور الاعلامي اقول لهم اوعوا تزغللوا عين الكاميرا، بمعنى ان انا لو انا على ستيج لازم هتكلم كده بيج موفمنتس، اخد مساحه هتكلم كده وانا واقفه وحرك ايدي بالحجم ده. لو انا بتكلم زي كده معاك على الكاميرا يعني يا دوب بطلع ايدي اعمل كده وارجعها تاني، لو انا عايز اشرح حاجه تساعدني وارجعها تاني، احاول تبقى حركتي بطيئه على قد ما اقدر. حاجه ثانيه صوتي يبقى بطيء على قد ما اقدر، علشان انا مراعيه ان ده مش فيديو بيتسجل، انا مراعيه ان في انترنت، الانترنت بيقطع ويفصل ساعات الصوت يعمل، فلازم اتكلم بالراحه. فده الثلاث اختلافات. ايه تاني؟ مش عايزه اطول في ده لان انت شايفه ان انت عندك اسئله. لا كتير. لا انا عندي نقاط كتير مع ان والله الاسئله اللي قاعده تخطر في بالي كتير. طب خلاص انا هقول لك سؤال ثاني، بحاول ادي والله. زي كده انا متاكد ان الموضوع ده ممكن نقعد نتكلم فيه ساعات ومش هنخلصه. طيب هل يا ترى المشاهير والناس اللي متعوده على موضوع التجمعات والناس الكتير ممكن هم كمان يحصل لهم خوف او 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 رهاب من الستيج على سبيل المثال؟ يعني انا شفت يمكن والله اللي عدى عليا في حاله واحده كده انا شفتها، اكيد في حاجات تانية ممكن اكون ما تعرضتلهاش، بس انا افتكر في مخرج اللي هو كان عامل ترانسفورمر سيريز اظن اللي هو مايكل باي، حاجه مشهوره يعني، طلع على المسرح وقف كده حوالي دقيقه ولا دقيقه ونص في كونفرنس كان لسامسونج، كانوا بيعرضوا بعض المنتجات الجديده، والراجل من كتر التوتر ومن كتر البانيك اتاك اللي ظهر عليه ساب الاستديو ومشي. هل الكلام دي حالات متكرره والناس اللي متعوده حتى بيحصل لها موضوع الخوف قبل ما اطلع وانطلق ان انا اتكلم قدام الناس؟ قبل ما يعني قبل ما اقول لك اي حاجه، انا اكاد اجزم ان مفيش كائن مكان ما كانش خايف اول مره يطلع على الستيج. يعني ده يا تيكت تو ذا بانك زي ما بنقول، يعني اعتبر ده كلام موثوق. مفيش كائن مكان مهما كان خبرته، مهما كان درجه تدريبه، مهما كان ان ربنا كمان حبيب موهبه فوق المهاره، ما خافش، ما قلقش، ما توترش، لازم يحصل الكلام. الفرق ما بين بني ادم ومن بني ادم، في واحد يقدر يخبي على التاني، في واحد الايجو بتاعه يبقى عالي جدا ما يحبش يقول لك ايه، لا انا ما هزقش نفسي، انا مش عارف ايه هذا الكلام ده. فزي مثلا المخرج بالك المخرجين، لان دي حاجه من الحاجات اللي الناس فاهمها غلط. هم فاهمين ان كله اللي بيطلع يتكلموا قدام الجمهور حتى فيس تو فيس يعني لايف، مش اون كاميرا او اون بودكاست، فاهمين ان هم منطلقين واكستروفيرت مولودين كده يعني. بس اتس نوت ترو، ده مش حقيقي خالص. اقول لك ليه؟ لان معظم الناس اللي تتقلد المناصب العاليه بتبقى ناس سلوكها اللي هي البيرسونال شخصيتها بتبقى شخصيتها مؤثره، وشخصيتها اللي هي سوري مسيطره، وشخصيتها بتبقى صارمة. فلو هم سابوا نفسهم لشخصياتهم فحضرتك مش هتلاقي حد يقدر يقعد يسمعه خمس دقايق على بعض، لان انت مش مضطر ان انت تقعد. فبالتالي انا دايما اقول الناس فاهمة الببليك سبيكينج غلط. ببليك سبيكينج دي قواعد، واحد اتنين تلاتة اربعة لازم يتعملوا بواحد اتنين تلاتة اربعة. فلو انت عارف الواحد اتنين تلاتة اربعة بتوعك هتطلع تتكلم. واللي عنده مهارة البابليك سبيكينج سامح، علشان كده انا دايما اقول للناس مهارة البني ادم اللي يقدر يقول انا عندي مهارة بابليك سبيكينج هو البني ادم اللي يقدر يطلع on stage في 15 دقيقة من اختاره ان هو هيطلع يتكلم مع الناس، ماكسيمم 15 دقيقة. لا لا عيدي الجملة الأخيرة دي داني كده ليهم. هقولها لك تاني. Presentation skills غير public speaking. جميل. Public speaking لما أنا أقول، يعني لما يجي لي client ويجي يقول لي أنا دلوقتي بعرف أبقى public speaker، التست بتاعه حاجة واحدة. topic يعرف إن هو هيطلع كمان ربع ساعة يتكلم عنها. يتكلم عليه.
لو قدر يجهز نفسه ويطلع قدام ناس يتكلم في ربع ساعة في موضوع لسه عارفه دلوقتي حالا، ده بني آدم عنده ده جود بابليك سبيكر. بس فأي حاجة غير كده ده ما بيتقالش public speaking، ده بيتقال presentation، ده بيتقال I'm giving a speech، ده بيتقال لكن not a public speaker. public speaker البار بتاعه زي ما بنقول ال threshold بتاعه ان اديك موضوع في ربع ساعة تقدر تتكلم قدام الناس. تمام، اكتر من رائع، اكتر من رائع. طيب لو انا لو بدأنا نتكلم على سبيل المثال على اكتر نقول ايه صفات، مثلا صفات 100 صفات فيا انا هتتاثر لو انا رحت اشتغلت على موضوع البابليك سبيكينج والمهاره دي وبدات اطور من نفسي فيها بشكل كويس، ايه اكتر صفات ممكن او ايه اكتر مهارات كمان تبدا كده تشتغل معايا تلينك مع موضوع البابليك سبيكينج؟ اكتر مهاره نمبر 1 الثقه بالنفس. واو، هتبقى مفيش حاجه عندك هتقف توقفك في اي حاجه، لان انت مش هتخاف يتقال لك حاجه ما تعرفش ترد عليها، لان خلاص مهاره البابليك سبيكينج اديتك الثقه ان انت تقدر تبقى ذهنك حاضر انك تتكلم في موضوع انت مش مجهز له. دي نمره واحد. المهاره الثانيه اللي المهمه جدا بالنسبه للبني ادمين بالذات ان هم بيعرفوا يتعاملوا ويوصلوا المعلومه. ومشكلتنا في حياتنا كاشخاص لو اي حد في اللي قاعد يعرف يقول له انت ايه مشكلتك مع ريهام، او انت ايه مشكلتك مع سامي، او انت مشكلتك ايه مع مراتك، هيقول لي انا ما بسمعيش، ما بعرفش اوصل لها افكاري، ما بعرفش اتكلم معاها. بابليك سبيكينج بيعلمك انك ازاي توصل افكارك بطريقه توصل للي قدامك، بالعكس بيتقعد ويسمعك وهو مش مضطر ان هو يقعد يسمعك. البابليك سبيكينج الحاجه الثالثه واللي مهمه جدا بالنسبه لاي بني ادم، لما بيبقى عندك القدره ان انت تحاور حد وتقنعه بوجهه نظرك، بيبقى عندك الاول الفيرز اللي جواك تروح، لان احنا خوفنا عاده بيبقى من البني ادمين مش خوفنا من الاشياء على قد ما احنا خايفين من البني ادمين. فلما انت تكسر عندك رهبه، ما هي رهبه البابليك سبيكينج بتخليك تفقد، يعني تكسر الرهبه من ان انت تتكلم قدام حد، من ان انت تغلط. ودي دايما اقولها لهم، لو انا ما بقتش لو عملت بابليك سبيكينج مره والثانيه والثالثه اكيد مره من المرات هغلط، واكيد طبعا. لما اجي اغلط هصلح نفسي قدام الناس دي كلها، فهيموت من جوايا الفير ان انا اغلط. انا بوجهه نظري على فكره ممكن دي اهم نقطه في الموضوع، اللي هو يعني ايه اتس اوكي، اتس اوكي تو ميك ميستيكس. طبعا انا ما فيش مشكله خالص عندي ان انا اغلط مره واثنين ومنها هتعلم والمره الجايه هتكون افضل. بالظبط. فطبعا البابليك سبيكينج وانس ان انت تكتسب هذه المهاره وتتدرب عليها بتخليك شخص افضل، اب افضل، موظف افضل، قائد افضل، لانها بتشتغل على ان هي بتخليك تتخطى حاجز المخاوف، وبتخليك عندك ثقه عاليه، وبتخليك بني ادم ذو قبول عند الناس اللي حواليك. ايه تاني بقى الواحد يتمناه غير الثلاثه دول يا سامح؟ لا خلاص، انا لو وصلت للثلاثه دول خلاص مش محتاج حاجه تاني. بس كده يعني بس ثقه بالنفس، ثقه بالنفس، تواصل بشكل جيد مع الناس اللي حواليا، ويعني ايصال الافكار بشكل جيد. موضوع كمان ان انا اكسر الحاجز اللي عندي او اللي جوايا من ان انا اغلط جوه قدام حد وانطلق. بالظبط. جميل جدا جدا. طيب ايه رايك ناخد بعض الاسئله كده من الشات بوكس؟ اي ساعدني. يلا بينا. طيب في كده استاذه نهاد بتقول، هل كل شخص له سمات معينه في البابليك سبيكينج تكون فعاله معاه اكتر؟ حاجه بتاعته، حاجه يعني السيجنتشر بتاعه زي ما بيقولوا، السيجنتشر بتاعه. طبعا هي في حاجتين، في سيجنتشر وفي حاجه اسمها تاهيل للبابليك سبيكينج. السيجنتشر اللي هي الفلير بتاعي، اللي هو يقول لك ايه، لا انا ممكن اسمع الاغنيه دي من خمسه لكن انا بحب اسمع شيرين وهي بتغنيها. دي اللي هي الفلير، دي اللي هي السيجنتشر. ولكن الاحتمال المقصود ان هل لكل شخصيه طريقه معينه في الظهور قدام الناس؟ ايوه، كل شخصيه ليها طريقه معينه. بمعنى ان لو انا شخصيه بتحب الفاكس والفيجرز، ما بعرفش اهزر، خليني اقولها لك بطريقه احسن، انا بني ادم ما بعرفش اهزر،
مش هطلب منك انك تطلعي تعملي ايس بريكر تقولي نكته بنكته. ممكن اطلب منك مش بت... ما بعرفش اغاز طب انا احكي لك حاجه انا من الطيب اللي انت بتتكلمي عليه ده. المهم مره في بودكاست مع مهندس وحد كده حبيبي كنا بنتكلم وبعد كده رحت قايل ايه قايل افيه كده. المهم الراجل عدى عادي خالص عارفه اللي هو يا كابتن بعد اللايف عرفت من اصحابه بيقول الراجل كان بيهزر معاك انت ليه ما بتهزرش اللي هو لا بطلت ما بعرفش فهي لو هي تقصد دكتوره هذا الموضوع ايوه بيبقى كل واحد ليه طريقه ايس بريكر مختلف عن الثاني. يعني واحد هقول له خلي الايس بريكر بتاعك انك تخوف يو كان انت عارف زي مثلا موضوع السجاير واحد طالع لما كانوا بيتكلموا على التدخين ان هو مش ضار طالع بسجاره ايه خايفين تموتوا انا ما بموتش اهو بدخن بقالي كذا دي كانت البريكر بتاعه دي اول كلمه قالها. فيعني كل واحد ليه البريكر بتاعه. انا من خبرتي في التريننج بتاع الناس دايما لو انا خليت الشخص اللي بشتغل معاه عدالي اول 5 دقائق على خير ما بقاش خايفة من العشرة ولا الساعة ولا الساعتين بعد كده خلاص لان هي وانس ان هو عفش في المود قصة خلص. فانا دايما الايس بريكر ده لازم يكون معمول او الخمس دقايق الاولانيين لازم اكون عاملاهم او مساعدة الكلاينت بتاعي على ما يناسب الشخصية بتاعته عشان يبقى ريحه على قد ما اقدر وما خليهوش بيعمل حاجة خارج طبيعته. لان يا سامح الموضوع بديهي جدا يعني لما مثلا المدام تقول لك انا عايزه اروح اسهر النهارده في الديسكوتاك وانت ما بتحبش تسهر في مرقص هتبقى قاعد عامل ازاي مرعوب وشايل الهم وكاره عشتك ومش عارف ايه. فدايما البني ادم كل واحد ليه بريفرنسز معينه فتديها البريفرنس بتاعها دان ديل ما عندناش مشكله في دي. جميل جدا جدا. طيب انا هاخد كمان سؤال قبل ما ننتقل للنقطة اللي جاية. استاذ حسين بيقول كده هل تطوير هذه المهارة يحتاج وقت طويل؟ محتاجين وقت طويل رهام عشان نتكلم على موضوع البابليك سبيكينج واشتغل مع كوتش زيك مثلا على سبيل المثال وابدأ اشتغل على الموضوع ده كويس؟ طيب انا هتكلم عن نفسي. طيب يلا هتكلم على حد. اوكي. انا عندي مقياس. اوكي فما بقولش وقت انا بقول الاتي. لو واحد جالي على public speaking على ان هو يبقى public speaking فهو بياخد التريننج على اي حاجة تانية يعني هي كمهارة تنمية ذاتية لوحده مش لازم يكون عنده event يعني هو عايزها تبقى عنده وبعد كده ربنا يكرمه بأي event. لو واحد جالي بهذا المنظر ما بطلعوش من قدامي غير ان هو يقف يتكلم ربع ساعة عن موضوع لسه بقوله بعد ربع ساعة يجهز ويكلم وبعمل له اضاءة وصوت ولايت وبتاع ويعني لازم اديه ما هو انا ما عنديش جمهور غير كده هقلقك بالاضواء هقلقك بالاضواء ومسيكه مايك وكل الكلام ده لازم اكسر الحدة دي. حلو. عادة بتاخد انا مني ان جنرال مع معظم الناس تاخد معايا 8 ساعات 8 yes. ساعات يس ريلي يس يس اوكي يس خلاص كده 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 لما نيجي مصر لينا لينا لقاء لينا لقاء يعني احجز يوم احجز يوم مهم جدا اللي بيعلم مهم جدا الكوتش يعني البابليك سبيكينج يعني بيفرق معاه مش بيفرق من شخص للتاني فالكوتش لازم يكون بني ادم مدرك ايه اللي ينفع اللي قدام الكلاينت بتاعه ايه الاسلوب اللي يخليه ينجيج. طبعا اول حاجه لازم يكون البني ادم عايز غاوي او في رغبه منه نوت ريزيستنج. تاني حاجه دي عليا انا لان هي بعد كده كلها سيستماتيك يا سامح 1 2 3 4 ده وانس ان انت كسرت الرهبه بتاع ده وعمل ما عملتش حاجات اوت اوف كاركتر يعني ما خليتكش تعمل حاجه بره شخصيتك ما عندكش مشكله اوكي صح. لما الحاجه الثانيه في ناس بتجيلي لو هم عندهم ايفنت يعني انا بيجيلي كلاينتس نوعين واحد للتنميه الذاتيه عشان لو جاله اي حاجه او مع اصحابه او يبقى هو عنده حضور مع اي حد او طالع في التلفزيون او حد بيجيلي ناس عشان ايفنت معين
ما بطلعوش من قدامي غير لما احس ان هو افكاره والبرفورمانس بتاعه، افكاره يعني التوبيك اللي هيتكلم عليها والطريقه اللي هيتكلم بيها اللي هو البرفورمانس بتاعه، بادي لانجويج، اي كونتاكت، تون اوف فويس، كل الكلام ده هو بدا يكون عنده تصور عنها، شايفها وضوح بوضوح الشمس، يعني كريستال كلير، انت عارف انت طالع تعمل ايه. كلير، يلا اتكل على الله. عادة بتاخد منا 4 ساعات 5 ساعات على حسب لو هو مجهز اللي هيقوله ولا احنا هنقعد نكتبه مع بعض. اوكي. ريهام انت كل شوية تجاوبي على نقطة فتطلعي في دماغي سؤالين ثلاثة تانيين وكده، يعني الموضوع هيكبر مننا. انا شايفة ناس كتير يعني عايزاهم كمان يسألونا، لان احنا جايين ليهم. في اسئلة ومكملين، ولو في اي استفسارات او اسئلة في بالكو بس كده حطوها في الشات بوكس، او حتى بعد شوية كمان ممكن تشاركونا بصوتكم وتبدأوا ان شاء الله رب العالمين تدخلوا في النقاش يعني اكثر تفاعلا. يسعدني جدا طبعا. في على فكرة انا في حاجة كده يعني هستأذنك يا ريهام نأجلها للآخر، وأستاذ وليد كمان هو كاتب كده: need to share my experience with public speaking and how ريهام supported me to do this. فأنا ممكن نأخذ في الآخر وكأنه أنا ما أعرفش في حد من الكلاينتس معانا تمام. فأنا هأخرها شوية، ولكن هناخد الإكسبيرينس دي إن شاء الله رب العالمين ويكون معانا أستاذ وليد. طيب خلينا بقى نروح للكور بتاع الديسكشن. كل الناس منتظره دلوقتي تسمع تيبس اند تريكس. ايه اهم النصايح اللي ريهام تقولها لنا عشان نكسر حاجز الخوف لو اتعرضنا او عايزين نطور موضوع بابليك سبيكينج، او خلاص عندنا دلوقتي انا عندي والله عندي بقى برزنتيشن، عندي اجتماع، عندي كلمه هتكلمها، عايز اكسر الخوف ده، اشتغل على الموضوع ده ازاي؟ انا عندي دايما نصيحه بقولها لاي حد بدربه او بديله كوتشنج، من اصغر طالب في الجامعه لحد حد مرشح رئاسه الجمهوريه. شايف يعني الفرق عامل ازاي؟ خالص بان كبير. كلمه واحده لازم اقولها: انت عشان تبقى بني ادم راضي عن نفسك وناجح وهادي لازم يبقى عندك حاجتين. الحاجه الاولانيه عندك الزرار اللي تدوس عليه عشان تهدى. Okay. ايه الزرار ده؟ الزرار ده ممكن يكون تنفس، ممكن يكون رياضة، ممكن يكون ألعب جيم واطلع، يعني كل بني آدم لازم يعرف امتى يعمل كده. Okay. لان لو انت معرفتش تعمل دي مفيش اي حاجة تانية، ولا حتى انك تسوق العربية وتروح من مكان لمكان هتعرف تعمل. اوكي. Okay. ادور عليها ازاي دي؟ طيب يا ريهام، يعني لو انا فكرت دلوقتي هو انا ايه الحاجه اللي بتهديني، ايه ممكن يعني يجي ببال الواحد يسهل عليه انه يلقط الحته دي من عنده؟ طيب واحد، احنا اتس ترايل اند ايرور طبعا اكيد. انا ببقى عندي معلومات شويه عن الشخصيات فبقدر اقول طب جرب، يعني بختار من المنيو اقرب حاجه للكاركتر اللي قدامي بحاول. طيب المشكلة ان لازم اقول ان اللي في كل مرحلة عمرية بتتغير الحاجة دي، ساعات بيبقى تأثيرها يروح، يبقى لازم نعمل حاجة تانية. فعندك نمرة واحد، انا ممكن اسمع مزيكا او اغنية معينة، اول ما هحطها هعمل كده. ممكن العب جيم، لو بلعب سوليتير بلعب بتاع اقعد كده ماسكه الجيم كونسول تك تك مرتين بهدا، بيخلي دماغي تروح في حته وترجع في حته تانية بهدا. في التنفس اللي هو او اللي هو زي اللي بيعلموه في الجيش اللي هو الفيجوال سكوير، في طريقه اسمها فيجوال سكوير اللي هي نقول ايه، انهيل وانت بتعمل خط في ذهنك افقي، اكسيل وانت بتعمل الرأسي، انهيل وانت بتعمل الافقي الثاني، اكسيل وانت بتعمل، فتعمل مربع ايكوال ديستانت في دماغك وتعمل تكرر الموضوع ده 4-5 مرات. ده بنعلم يعني انا اتعلمنا التكنيك ده بيعلموه للضباط والجنود في الجيش، يعني موضوع أداة رائعة وبتنفع ناس كتير. فانت لازم تعرف الزرار اللي بيخليك تهدى. جميل. تاني حاجة
البني آدم اللي بناجح دايما في شغله لازم يعرف التريجرز بتاعته ايه يا سامح، ويعرف يتعامل معاها ازاي. تريجرز يعني ايه؟ يعني ايه الحاجة اللي بتقلبك يا سامح؟ تقلبك يعني تكون لطيف وظريف ومرة واحدة استغفر الله العظيم يا رب. ريهام دلوقتي يا جماعه دخلت يعني ايه في سكيل تانية وبحر تاني، الا وهو الايموشنال انتليجنس. احنا بنتكلم دلوقتي على السيلف اويرنس، وان الواحد يكون عارف بالظبط ايه الحاجات اللي بتضايقه وايه الحاجات اللي بتضايقه. الحاجتين دول الحاجات اللي بتنفذه. معلومه للجميع يا جماعه، البني ادم هو اصل اي انتاجيه واي مشروع واي. احنا لما كنا في هندسه اول ما اتعلمنا قالوا لنا ايه 4R بتوع البروجكت مانجمنت، مش كده؟ انا هحقق البروجكت مانجمنت عشان اغيظك شويه. لا بالعكس. قال لك الريسورسز بتاعه اي مشروع اللي هي الموارد اللي عندك هم الفور ام، صح؟ صحيح. قال لك مان ماني ماشين، كانت الرابعه ايه يا باشمهندس؟ مان ماني ماشين. انا ما خدتهاش في التواصل. ماتيريال ماتيريال. هم الاربعه دول هي الموارد بتاعتك عشان تنجز اي مشروع. ولما بكلم جميل. انجز اي مشروع يعني بكلم ان انا بكتب قصه على الكمبيوتر لحد ما انا ببني العالمين الجديد. هم الاربعه دول. اي تاسك، اي مهمه بتبدا بوقت معين وتنتهي بوقت معين وفيها هدف. بالظبط. مان ماشين ماتيريال اند ماني. فلما انا ابتديت ادي التريننج اللي هي الهيومن ديفلوبمنت قلت لا، طب ما ده احنا عالم ضايعين خالص، احنا مش واخدين بالنا. اللي بيجيب الماتيريال مهمان، واللي بيعمل الماتيريال مهمان، اللي بيجيب الماني وينفقه ازاي ويعمل له استراتيجي مهمان برضو، واللي بيجيب الماشين ويخترعها وينجزها ويعمل دي استعمل المكنه دي امتى واخلص امتى وادخل دي امتى والكلام ده كله بني ادم. فبقى اصبح الانسان ان انا البني ادم ده يكون نفسيا وذهنيا كفء. انا ما بقولش صحي، ما فيش حد صحي اندر الضغوط اللي احنا عايشين عليها، ما اقدرش اقول ان احنا 100% اصحاء. ولكن البني ادم لو انا من جوه المكنه دي بصينها كويس، محافظه عليها، عارفه اريحها امتى واشغلها امتى، ايه الساعات اللي تقدر تشتغلها، ايه امتى لازم تقف. لو انا عارفه اتعامل مع هذه المكنه اعرف اتعامل مع اي حاجه تانية في الدنيا دي. ايه اكتر حاجتين لازم اعرفهم عن نفسي؟ هما الاثنين دول. ازاي اهدي نفسي؟ ازاي اطلع من ال دي؟ ازاي ابريك؟ ازاي تو كالم داون؟ ايه الزرار واللي هي التكنيك؟ يعني بلاش الزرار، هي مش زرار عشان الناس بتتضايق يقول لك اصلا مش زراي، لا هي تكنيك. ايه التكنيك اللي يهديني في ساعتها بعيد عن المكيفات عشان ما حدش يقول ريهام بتفسد الناس؟ لا، بعيد عن اي حاجه خارجيه بتبوظ لنا صحتنا. مع ان ده سهل دلوقتي والله. ما والله العظيم كله بيقول لي نفس الكلمه دي يا زلمه. احنا موضوعنا دلوقتي يقول لي انت ما تقلقيش احنا هنقلق. يعني فيلا مش قصدي. فالحدي والحاجه الثانيه ان انت تعرف ايه التريجر بتاعي. يعني انا مثلا لو انا متفقه مع حد على حاجه وجيت لقيته مغير الاتفاق بتاعنا وانا جاي اشتغل، دي حاجه تخليني اشيط. في حد تاني يقول لك لو سمعت الصوت بيدين، لو حد تهكم عليا ما ادانيش احترامي. طيب احنا معرضين للحاجات دي طول الوقت، وحتى البني ادم الناس كمان اللي هم في الشغل والبابليك سبيكينج، او انا اتكلم على الليفل العالي مثلا لو كانت في مناصب سياديه وقياديه عاليه، ده انت حواليك ناس كل عينهم على المكان بتاعك. يعني هيبقى عارف سرعات كتيره جدا، صح؟ كتير. فلو انا عارف التريجر الحاجات اللي بتريجري ويجي في وقت معين لازم تبقى ان احسن صوره باحسن صفاء ذهني، رحت عامله لك كده خلصت، صح؟ فلو انا عارفه الاثنين دول الحاجه، انا مش بطلب من اي كائن حي غير الاثنين دول. لو عرفت توصل الاثنين دول هتكون بني ادم ناجح وسعيد. وخدوها مني كده نصيحه، وخدوها مني تو ذا بانك. لو انت بتعرف تفصل، ولو انت بتعرف التريجرز بتاعتك بتعرف تعمل معاها.
حصل دول مفيش حد يوقفك في الدنيا دي. سيب جميل ولا تكنيكاليتيز ولا كلام الهيصه دي كلها. طيب حلو. طيب اسمع، في البابليك سبيكينج لازم اكون شغالة على الاثنين دول. ازاي اخليه يبقى هادي علشان يقدر يؤدي، ما بقاش مذاكر طول الليل زي ايام الامتحانات والمدرسه والجامعه كده، مذاكر ومقطع الكتاب من الجلده للجلده، لكن انا بخش ببانك في الامتحان ما اعرفش ارد على سؤال. يبقى لازم اخليه تكالم، ادور له على الزرار واعرف التريجرز بتاعته ايه علشان ما حدش يستفزه، فكل الشغل اللي انا بعمله معاه واللي هو بيعمله والمجهود ده كله يروح على الفاضي. صح. ثالث حاجه ابتدي اشتغل معاه على انت هتطلع تدي محاضره او تدي خطاب، ايه الهدف منه؟ لازم اعرف ايه الاهداف بتاعتي. ما هو ما ينفعش اطلع اكلم في لا شيء. يعني مثلا النهارده انا طالع لي هدف معين، ان انا اقول للناس ان البابليك سبيكينج ده مش الرعب الازلي. لو انت عارف واحد اتنين تلات، عايز ابسطها للناس. كل افكاري لما بحطها بالترتيب دايما ببسطها، عايز ابسطها، مش عايز حد يقلق منه وما يحسش بوحدانيه، لان زي ما بقولك البابليك سبيكينج ميكس بيتر بيرسون. حتى لو انت ما استعملتوش في كل حاجه، رغم ان بقولك انت هتستعمله طول عمرك. فده هدفي. يبقى انا الاول الهدف بتاعي ان انا ابسط المعلومه. طيب بعد كده انا يا سامح احنا عايزين نتكلم في كام رساله. احنا بنقول ان احنا دايما اجي اقول لك انت هتطلع تتكلم دلوقتي، ايه الرسائل اللي انت عايز تديها؟ عندك من 3 ل 5 ماكس، من الماكسيمم بتاعك 5، 1 2 3 4 تحطهم، اكتر من 5 ما حدش هيسمعك وهينسى انت بتقول ايه وكلامك مش هيبقى مؤثر. طيب الحاجه اللي بعدها اشتغل عليها على طول، كل رسالة كل رسالة من الثلاثة مثلا، من الأربعة مثلا، بالمعلومات اللي انت حطيتها بالبرينستورمينج بالكلام ده كله، كل حاجة منها قولها بطريقة تحبب اللي قدامك ان هو يسمعها. طيب الناس بتحب ايه؟ اي سهلة، الناس بتحب ستوري تيلينج. يبقى لازم ادي قصة لكل موضوع انا هتكلم فيه. اجي اقول لك مثلا ايه، زي ما احنا بنتكلم ابتدينا نتكلم على حياتنا احنا، لما جه الباشمهندس وليد قال لك ايه، انا عايز اتكلم على قصه حصلت. بيبل لاف ستوري. صح باسم، انا الفيديوهات اللي انا عملتها للتحليل بتاع باسم يوسف مع بيرس مورغان، اول لقاء وتاني لقاء، انا كان قصدي اعلم الناس تو تكنيكس. عندك التكنيك بتاع الستوري تيلينج اللي هو استعمله في التاني، وعندك التكنيك الاولاني بتاع الساركاز، ده تكنيك وده تكنيك. سخرية ده تكنيك وتكنيك من اللي الناس بتحبوها. اشطر بني ادم تتعلم منه البابليك سبيكينج الكوميديانز، اللي هم الناس اللي بتعمل ستاند اب، اللي هم يقفوا على مسرح عشان يضحكوا الناس. عارف يعني ايه يضحك ناس؟ وعارف يعني ايه اللي قاعد يسمعك قاعد بمزاجه. ما هو انا لو انا بدي محاضره اطفال هيقعد يسمع غصب عنه وياخد نوتس، لكن انا علشان اقعد ناس مش عايزه تقعد او مش فارق معاها تقعد او الموبايل فجأة، انا رايح اقعد اصلا عشان انا عارف الطريقه عامله ازاي. بالعكس بس كده. فعشان كده دايما اقول ايه، الكوميديان ده تتعلم منه بابليك سبيكينج، هي لان هيعرف مش احنا قلنا في الاول البابليك سبيكينج لازم تو انفلوينس الناس، لازم تاثر عليهم، فلازم تكلمهم في حاجه تبقى انترستنج ليهم، ولازم تو بيرفورم المسج بتاعتك طبعا. فانت لازم تكون انترستنج التوب انترستنج، وهم مش عايزين يسمعوا، مش مطلال، مش غصب عنهم قاعدين لك، يعني مش مغصوبين يعني. يبقى انا الاداء بتاعي لازم يبقى عالي انف ان انا اعرف اثر فيهم واعرف اجذبهم واعرف اخليهم يندمجوا معايا في المواضيع اللي انا بتكلم فيها. ف وانس ان انا بحط التوبكس دي كلها، خلاص نقيت المسج، عرفت الستوريز اللي انا هقولها، نجرب يلا فيديو تيب، يلا اتفرج على نفسك. طب يبقى البادي دي، طب ايه رايك اقول دي بالطريقه دي احلى من الطريقه دي. At the end of the day اديني انا قلت لك الكلام ده كله ممكن ياخد ربع ساعه، فعشان انا ابقى جاهز واطلع قدام الناس اتكلم ربع ساعه. البابليك سبيكر الشاطر محتاج ربع ساعه. التكنيك الاخير ده من اخطر الادوات، يعني حتى بيستخدموها في الكورسز. لما كنا نروح ناخد كونفرسيشن انجلش كان يسجل وبعد كده يسمعك، فتشوف بقى بلاوي. ف
فموضوع التسجيل ده من الحاجات انا اللي بعتبره يعني الادوات السحريه الحقيقه لاي حد عايز يحسن من موضوع اذا كان بقى بابليك سبيكنج زي ما انت او اي حاجه ثانيه فيها كلام. يعني حط تحت خط اللي انت بتقوله ده فيديو تيبنج، مش ساوند ومش لازم يبقى فيه اودينس، اتفرج على نفسك. الحاجه الاخيره اللي بقولها لهم دايما قبل ما يطلعوا علشان ازن ايس بريكر، اوعى تفكر في نفسك. انت خلاص فكرت في نفسك وفي اللي هتقوله وفي شكلك وفي لبسك وفي ادائك وفي حركه ايدك وكل حاجه، وانت طالع على الستيج انسى، انسى نفسك، انت جاي عشان الناس دي، انت جاي ليهم هم. اول ما البني ادم تفكيره يتنقل من حته ان انا بفكر في نفسي ومخاوفي وهقول ايه وهنسى ايه ومش هقول ايه ولا هعمل ايه، اول ما يطلع هنا الا ان انا ام انجيجينج معاهم، انا عايز اعرف ايه اللي بيعجبهم، انا عايز اخليهم يحبوا اللي انا بقوله. اول ما هنقل تفكيري من هنا لهنا مات الموت، خلص. خلص مات الخوف كومبليتلي، انتهينا. انا بكلمكم، انا مندمجه معاكم انتوا، مش خايفه بقى هي حاجه انا كنت كاتباها ونسيتها ولا ما نسيتهاش ولا الكلام ده، مش لازم، لانك انت عندك المعلومه. ما هو انت عندك المعلومه هتطلع وانس ان اقرف عين اللي قدامي هو عايز يعرف ايه، وبالتالي هيبقوا انجيجد معايا اكتر، هيبقوا انسبايرد اكتر، هيقول لك انا احب احضر لفلان المحاضره دي مش لعلان. مش كده بقول لك التريننج، يعني كلنا شغالين تريننج وكلنا شغالين ديفلوبمنت، وفي الاي اي اللي هو ممكن يقعدنا في البيت كلنا عادي. انا بتكلم في الموضوع ده من 5 سنين، بقول لهم يا جماعه عمر ما كان، خدوا الماتيريال، خدوا الباوربوينت، اتفرجوا عليا في الفيديوز بتاعتي على اليوتيوب وقلدوني، لكن برضو هيجوا لقدام. ليه؟ عشان عايزين يعرفوا المعلومه دي بالطريقه بتاعت ريهام، واللي مش عاجبه طريقه ريهام هيعجبه اكتر الطريقه الهاديه بتاعت سامح. يبقى هي نفس المعلومه بنفس الاوثنتسيتي بتاعتها، بنفس ولكن في الابروتش المفضل ليا بالسيجنتشر زي ما قالت الدكتوره، بالسيجنتشر بتاع ده. فاحنا عشان نكمل في المجال بتاعنا لازم يبقى لينا السيجنتشر، ونبقى عارفين مش المعلومه هي اللي بتجيب الناس ليا، هي الطريقه اللي انا ببرفورم بيها المعلومه دي. ايه بعدين؟ نقاط مهمه جدا 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 جدا. يعني الثلاث اربع خمس دقائق اللي فاتوا دول انا متاكد ان ممكن دول هم يكونوا الكور بتاع الموضوع، وال عارفه اللي هو ساعات يقول لك ايه انت خدت ايه من القصه. انا متهيألي ممكن تكون هم دول اقوى. ايوه كده، ده اقوى رائع. طيب في الشات بوكس كده في برضو بعض الاستفسارات الحقيقه، زي مثلا استاذه ايمان بتقول اهدف لحظه ازاي، افرضي بحب اسمع موسيقى أدندن حاجة معينة وأنا بتكلم مثلا على سبيل المثال. يعني هي قبل ما تطلعي على الستيج دندني، غني، رقصي، تنططي. أنا ريهام، أنا يعني أنا بقول لك أهو، أنا دي شغلتي وبعلم الناس وبعمل كل حاجة، بس دايما أنا خلاص عملت سينكرونايزنج عشان أركز في اللي أنا بعمله وأنسى كل الهيصة اللي كانت حواليا بقى من الإكويبمنت والصوت والمش عارف مين ومين جه ومين ما جاش. بعمل شيكينج أوف، أنا I always check myself. خلاص مخي فهم ان انا لما بعمل كده الافكار كلها بتطلع من دماغي، خلاص ركزت. انت هتعملي زي ما بنقول بنسميه ايه، اللهم صل على النبي، بتعمليه conditioning. احنا بنسميه في psychology بنسميه تكيف. الconditioning اللي انت بتعمليه ان بقت النغمه دي والدندنه دي هي اللي بتخليكي تهدي، خلاص عقل البطن بيعمل ايه، تن 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 تن، ده الساين بتاعه ان انا افصل الشيكينج، ان انا العب جيم. فهي دندني دندني، اعملي اللي انت عايزاه. انا في ناس والله بيعملوا البوش ابس قبل ما يطلعوا على الستيج، يعني انا بقول لك هو ده اللي بيفرغ، يعني هو ده اللي بيخلي المود يظبط. استرو بيعمل بوش اب، بيتنطط مكانه. لكن وانس انك على الستيج ما تدندنيش طبعا بقى. ليه؟ لان المفروض اول ما تطلعي على الستيج لو انت لقيتي بتفكري في نفسك وفي خوفك وفي قلقك، يبقى انت مش يور نوت بيرفورمينج، انت بتشتغلي ليهم هم، انت هنا ليهم هم،
فبدام انا هنا ليهم هم، يبقى انا خلاص انا معاك وانا عامل لكم اللي انتوا عايزينه، وانا مش هفكر في خوفي انيمور. جميل. استاذه ايمان، استاذه ايمان بتقول لك حضرتك جميله قوي يا ريهام. والله انت اللي جميله وربنا يخليكي، ومتشكرين على انك حضرتي معانا. يا نهار ابيض. طيب المهندس اسلام حشيش قبل شويه لما كنا بنتكلم على موضوع التعليم بتاع البابليك سبيكنج بيقول كده زمان كان في حاجه اسمها جمعيات الخطابه، جمعيات بس لغايه دلوقتي التوست ماستر والله موجود. توست ماستر دي موجوده في عندنا في القاهره وفي اسكندريه وفي الاقاليم، عندك في دبي، هو ما يمثله everywhere, it's everywhere. وكوميونيتيز بتبقى لذيذه وجميله والناس بتغير في شخصيات ناس كتير، لان عشان كده بقول لك public speaking لما تتعلمه it makes you a better person. ده ولا انك بتروح لدكتور نفساني، ده احلى من ان انت تروح لدكتور نفساني يا سيدي. جميل جدا جدا. طيب المهندس اسلام حشيش برضو عنده سؤال مهم الحقيقه، وهو يتوافق مع النقطه اللي انا كنت هتكلم فيها دلوقتي. لو الواحد بيعمل public speaking او بيبدا كده يتكلم وبدا يتعرض لبعض الاسئله المحرجه او النقاط اللي ممكن يكون مش محضر فيها كويس، او ما عندوش solid responses، ما عندوش حاجه كده قويه واقف على ارض صلبه وهو بيجاوب وهو بيتكلم، يتصرف معاه ازاي دي؟ ارجع بقى انا اقول لك ايه، تعالى نفكر مع بعض كده وافتكر ان كل اسلوب public speaking يختلف من شخص للتاني. وانت وحذاري من اللخبطه ما بين البرزنتيشن والبابليك سبيكينج. جميل. او جيفينج سبيتش. حلو. مش لازم في ان انا بدي خطبه او ان انا بتكلم في حوار ان انا اتسال، على فكره. مش لازم خالص. وممكن جدا اقول علشان الوقت بتاعنا من فضل ايميل بتاعي ابعتوا لي اسئلتكم كلها. جميل. لو انا قد الموضوع ومرتاحه ليه، وعندي انا دايما اقول لك ايه، لو انت عندك قد المعلومه اللي انت بتقولها ثلاثه ليفلز اوف ديبث اوف انفورميشن، يعني انا اقول ايه، انا هتكلم على الليفل ده على المستوى ده، لازم يبقى انا مستوايا العلمي اكتر من الليفل ده على الاقل 2-3. لو انت لسه متعرف على موضوع جديد وبتتكلم عليه، يعني انت لسه في الليفل، انت نفسك في الليفل الموضوع اللي انت بتتكلم فيه، مش لازم تاخد اسئله خالص. ممكن تاجل الاسئله. طيب ده الطبيعي. فانت حته ان انا اتسال امتى وفين، ده قرارك انت على حسب شخصيتك انت. مين اللي يخلي يبقى في نقطه حوار؟ ما انا بقول لك في اساليب، في ستوري تيلينج، في ساركازم، في انجيجمنت، يعني اخلي الببليك التوبيك بتاع السبيتش بتاعتي انتر اكتف. ده اسلوب ممكن تعمله ممكن ما تعملوش. ممكن اقول طب خلاص انت يور نوت ادوكيتنج، انت بتتكلم على موضوع عشان people are interested. ممكن تقول الاسئله من فضلكم تجيبوا لي في الاخر واحنا بنتكلم، اكتبوا كل اسئلتكم وانا في الاخر في 10 دقائق هم هينسوا هم فهمت قصدي؟ يعني انا اقصد جمال البابليك سبيكينج ان هو بيتكيف، بنكيف الاداء على حسب طبيعه البني ادم. طب كده كده طلع واحد سخيف وغلس وقال لك سؤال انت ما عرفتش ترد. لا لا، ده المهندس اسلام كمان وهو بيسال بيقول، لا بيقول يعني السؤال اصلا مطروح بغرض الاحراج المتعمد، يعني هو الراجل طلع وناوي. بقول لك كائن سخيف، هو بقى ده كائن سخيف ربنا خلقه. يعني انا مره من المرات اول ما ابتديت واحده كل سؤال بتاعها انا عايز اعرف منك دلوقتي انت اتاخرتي وما احترمتيش مواعيدك معانا ازاي. اوكي. ده انا اوريدي وصلت بقى، يعني انا اتكلمت انا عديت ساعه، يعني قعدت اشرح بقالي ساعه، يعني انا قاعده على السيج بقالي ساعه ودلوقتي وتردي عليا وليه مش عارف ايه. فبيحصل. طيب دلوقتي ال- 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 القصه كالاتي، انت اللي قدامك ده عايز يحرجك صح؟ عندك طريقه. اولا يو اكنولج ات، يو اكنولج ات. انا دايما اقول لك ايه، لو انت من جواك احرجت هيبان ان انت محرج، هو هيعمل هو كسب المعركه. اول حاجه هتضحك،
يعني لو هي كده عشان تفكر يعني ادي نفسك حلو. اللي هي البوز دايما اقول لهم ايه قبل ما البروسيسور يشتغل يعني ماستر البوز يعني لازم تبقى متمكن جدا امتى اقف وما اتكلمش ولما اقف ما اتكلمش ايه اللي يتكلم فيا جسمي ولا عينيا ولا البادي لانجوج ده يعني انا بملى الجاب بلغه نون فيربل مش ان انا ساكته خالص ما ينفعش ان انا اسكت أوكي. خالص لان اول ما اسكت خالص واضلم هفقد تواصلي مع المجموعه صح. صح. تمام صح. يبقى انا بملى الفويد ده يا بفيربل يا اما بنون فيربل لانجوج طيب واحد سخيف هنفرض واحد سخيف وعايز يحرج انا شخصيا لما بيحصل لي الكلام ده حاجه من اللي انا بحب انكت واهزر اصلي يعني انا شخصيا من النوع اللي ممكن اقف اهزر وما عنديش مشكله في دي اقول له يعني هو يعني الغرض من هذا السؤال ان انت تحرجني قدام الناس ما بتحرجش وبعدين كده بتجيبي ارض يعني عارفه لا طب الغرض من حضرتك ان انت تزود معلومه لا تعالى اتفضل اقف جنبي واشرح المعلومه انت يعني انا لسه ما خلصتش القهوه بتاعتي فانا هكمل القهوه وحضرتك اتفضل على المعلومه كون ان انا اقول اطلع على الستيج ده انا موتته انا خلصت عليه طيب طلع على الستيج قاسيه ده الجانب القاسي ده الجانب القاسي طلع على الستيج طلع على الستيج واتكلم طيب اتكلم دقيقتين طب بعد ما خلصنا طب ما حضرتك احنا قلنا كده بس anyway برضو بنسمعها منك كانت حلوه اتفضل طيب نقول بقى في الحاجه العاديه انا فعلا معلومه مش عندي واللي قدامي مش قاصد يحرجني اوكي هقول حاجه من الاثنين لا انا ما اعرفش دي انا بعتذر جدا بس انا هعمل هريسيرشت ولو سمحت من فضلك بعد المحاضره انا من المدرسه دي انا يعني بما اني بدي تريننج شويه وفعلا ساعات بقى مش قصدي يحرجني احنا بنقول ده الراجل ده ما مش قاصد يحرجني فعلا سؤال عادي حد بيسال سؤال عادي حد بيسال سؤال عادي والسؤال ده انت ما عندكيش المعلومه انا لازم اقول ما اعرفش لان اي هرتله في الكلام شكلها وحش وانا نفسي هزعل من نفسي لما اعرف المعلومه الصح صح 100% باجي اقول ايه لا انا فعلا او ساعات وبتحصل بقى كتير انا سامح انا الـ الـ الحاجه زي ما انا بقول لك الحاجه على دماغي راحت مش موجوده لا طب اديني خمس دقايق يا اما هتجيلي يا اما سيبيلي الايميل بتاعك بعد المحاضره وارجع وارجع طبعا which is true انا كل اللي انا عايزاه ان انا اقول للناس ايه ما تخافش انك ما تعرفش ما تخافش انك تنسى هو يعني معلش هو احنا مخلوقين انسايكلوبيديا لا هو ده طبيعي ان انا لازم اعرف كل المعلومات حاجات هتروح مني واكيد حاجات ما تعرضت لهاش قبل كده حتى لو في المجال بتاعي مفيش الدنيا كائن مكان يا سامح يعرف كل حاجه, كل حاجة. عن سبجكت يعني صح صح 100% اكيد او اسال الناس اقول لهم انا مش عارفه الرد ده طب حد يعرفه تحب حد يتكلم فيه ساعتها لو انا عايزه تو انجيج ده بالعكس ده انت كده هتعملي انجيجنج اكتر وهتخلي فيه نوع من انواع المناقشه والتفاعل الاقوى حقيقي الغرض نبيل وهو غرض صح. التعليم لو غرض التهكم والغلاسه لا غلاسه بغلاسه ما بتغلسش عليا انا ما بتحركش طيب جميل طيب ايه رايك قبل ما نروح لاخر نقطه ممكن نتكلم فيها الوقت والله 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 عدى معاكي بسرعه جدا يا ريام والله والله ما حسيت بالساعه ابدا بس نرجع للاستاذ وليد ونخليه كده لو حابب يعني يدخل معانا ممكن يعمل انميوت اهلا وسهلا مساء الخير عليكم جميعا مساء النور نورنا الاول يا ما تعرفش اللي انا هجوين النهارده انا بالصدفه تحت شفت اللينك وقلت لازم اخش اقول الاكسبيرينس بتاعتي معاها وبعدين اعذروني معلش لان انا سايق فمش هعرف افتح الكاميرا لا لا بالعكس اولا ممكن جايين جدا جدا ريهام واحدة من الناس اللي هي شريكة نجاح هي مش كوتشنج ولا الكلام ده هي انا اتعرفت عليها من 3 سنين كان عندي ايفنت في شركة صناعية انا الاول CFO بورد ممبر في شركة صناعية وكان في انيشيتيف تحت رئاسة مجلس الوزراء بنحضر له علشان تأهيل الشباب لسوق العمل تحت رئاسة شركة مالتي ناشونال وكان ايفنت مهم جدا وفجأة لقيت نفسي مطلوب مني ان انا عندي سبيتش قدام وزراء وقدام قيادات كبيرة في الشركة وعمري قبل كده ما طلعت على المسرح ولا اتكلمت في المواضيع دي كلها خالص كل اللي ريهام حكيته ده بقى احنا انا يعني حضرناه ساعة بساعة وكان عندي كل الديفو اللي انت ممكن تتخيلها يعني كان مستحيل افكر اللي انا اطلع يعني اتكلم قدام شخصيات زي كده
قدام وزراء واعلام و30 صحفي وكان موضوع كبير جدا وفجاه انت ان فرونت اوف الكلام ده ولازم تتحرك. فلما قعدت مع ريهام انا كان اولموست عندي شبه يعني اعتقاد ان انا مش هقدر. بس بعديها بفتره لما عملت الكوتشنج مع ريهام انا نازل من عندها خلاص انا متاكد 100% ان الموضوع هيمشي بسهوله جدا لان انا دايجست كل حاجه هي عملتها واخدنا كيس كامله كلها من اولها لاخرها. فانت خلاص بقيت داخل طالع على المسرح وانت واثق خلاص عملت واخدت منها الشهاده ان انت هتقدر. فالموضوع فعلا مشي بسهوله جدا وبسلاسه وفي نفس الوقت بقى خلاص يعني انت تعودت على الموضوع ده ما بقاش الرغبه الاولانيه موجوده بس مع الوقت خلاص الموضوع تحول ان هو بقى طبيعي تعتاده زي ما بيقولوا كده العاده قوه. ده حقيقي والضغط نفسه خلاص انت تعودت عليه هتعرف تمانج الضغط بتاعك. الحلو فاهم ان هي بتحاول تخلص يعني كل شخصيه ليها طريقه معينه في البرزنتيشن او ناتو بابليك سبيكينج او 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 فانت على حسب شخصيتك هي بتمشي معاك للاخر. يعني من ضمن التدريب زي ما احنا كنا قاعدين ما خلتني اغني مثلا ده كانت حاجه بالنسبه لي شبه مستحيله برضو. بتكسر شويه حاجات فيك او انت بتكتشف في نفسك شويه حاجات مهمه جدا تخليك تو اوفر كام اي سيتويشن. فانا حابب اشكرها ويعني ريهام فعلا من الناس اللي هي في ناس بتاخد الموضوع بيزنس ريهام لا هي زي ما بقول لك هي شريكه نجاح هي هتوصلك للمرحله الاخرانيه بكل ثقه وبكل سهوله وانت في الاخر مش هتتصدق ان في شويه حاجات في شخصيتك نفسها هي بتقدر انت ما كنتش مكتشفها خالص خالص. انا اقول لك حاجه مع ان يعني شهادتي في ريهام مجروحه الحقيقه. انا من وقت قليل كده كنا قاعدين نتكلم فبقول لها الواحد بيشتغل اي حاجه في اول كارير بتاعه وبيفضل شويه ماشي فيه ولكن دايما بيروح للحته اللي بجد هو بيستمتع بيها. فريهام عندها ملكه موضوع الانسبايرنج والتشجيع والتحفيز وفعلا زي ما انت قلت بتطلع من جواك حاجات انا متاكد من كده بتطلع من جواك حاجات انت ما كنتش متخيلها عن نفسك. ده حقيقي فعلا. فبشكرها قدامكم كلكم ويعني فعلا ريهام من الناس اللي انتوا تروحوا وانتوا مطمنين يعني لو في اي ايفنت قوي اي حاجه من الحاجات دي هي هتقدر توفر كام الموضوع ده بكل سهوله. يا نهار ابيض يا ولي مش عارفه اقول لك ايه والله يعني انت اخجلتني واسعدتني وكلمه شركه نجاح دي كبيره قوي وغاليه غاليه 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 يعني. لا ده حقيقي ده اقل حاجه كمان يا ريهام والله ربنا يخليك. انا متشكره جدا والمفاجاه جميله جدا بصراحه انا بقالي كتير ما اعرفش عنك حاجه. لا هنتكلم ان شاء الله باذن الله. تنور في اي وقت. سيليكم كلكم سياره. تسلم حبيبي شكرا جزيلا والله على المشاركه الرائعه دي. شكرا جزيلا استاذ بليد. ويلكم. ريهام اخر نقطه ممكن يعني نفتحها ان لم يكن في بعض من الاسئله الثانيه في الشات بوكس معانا الا وهو لو انا عندي بابليك سبيكينج مش لجمهور عنده ثقافه واحده عنده باك جراوند واحده. انا بتكلم دلوقتي مثلا مع جمهور لحد ما في جنسيات متعدده باك جراوندز مختلفه ناس جايه من اندستريز مختلفه مثلا لو بنتكلم حتى في الماركت بليس ممكن اتعامل وهاو تو تاكل الموقف ده ازاي اتخطى الموقف ده بشكل جيد والفكره بتاعتي توصل لكل الناس اللي موجوده اللي بتحضر. اوكي طيب اول حاجه احب اقولها لك ان البني ادم هو البني ادم في حاجات مشتركه ما بين هذا الكائن الذي يدعى الإنسان يعني إن أنت تأثر وتإنسباير إن هو he get inspired يعني يتأثر يتشجع يتحفز إن هو في حاجة يعجبه حاجة يقول الله دي موجودة عند كافة البشر ومن الطفل الصغير لغاية الكبير. صحيح. ميزة البابليك سبيكينج إن أنا زي ما بقولك أنت شغلتك إن أنت تخلي اللي قدامك inspired وتخلي اللي قدامك engaged معاك متواصل معاك ومبسوط من اللي بيسمعه تمام. فيبقى انا علشان اعمل لي دي التكنيكات اللي هي معروفة في اي حد. هو احنا مش كلنا اتفرجنا على البرنامج بتاع باسم وبيرس واحنا شفنا بطريقة عجبتنا لقيت الخواجات كمان عم مشايرينه يا عاملين كمان تيك نوك دواتس وعاملين مش عارف ايه. يعني اقصد ان لما تبقى البني ادم بيعرف يوصل للانسانيات او الحاجات اللي هي مشتركه ما بين البشر
يبقى خلاص هيعرف يوصله. الحاجة التانية ان دايما لما بتيجي تتكلم احنا دينا تكنيكس معينة في طريقة للغة معينة. في ناس تحب تاخد المعلومة فانكشنال، يعني انت تاخد المعلومة دي وتشتغل بيها ازاي. في ناس تحب تقول لك اصل المعلومة ايه وتفاصيلها ايه. انت لازم، في ناس تحب تهزر وتضحك وتبقى انجيج، تسمع صوت نفسها وتسمع رأي نفسها. وفي ناس تانية تحب ان يبقى الدنيا هادية وكالم وكمف. انت لازم تأدبت الاربعة دول بطريقة معينة. يبقى انا لما اجي اقول هو انا كده ودي شخصيتي كده موافقة، بس لما افتكر ان انا هنا عشان الناس دي، فهتلاقيني اقول نفس المعلومة بطريقتين، او انا اقول حاجة باستفاضة لكن ادي الخلاصة في الاخر في كلمة. اه جميل، تمام. فبيبقى في تكنيكس احنا بنعملها اللي هي في لما مثلا انت خلاص انت جاي تدي برزنتيشن وجات لي بعد ما انت كتبت المعلومات اللي انت عايز تتكلم عنها، هي الهدف والرساله بتاعتك وتحطها، وانا بتكلم معاك اقول لك انت ما تقول لي الحته دي كانك بتخاطب النوعيه دي من الناس، لا غير، خلي الجمله دي بقى لان ده فاكتس اند فيجرز. ما دام انت هتتكلم على فاكتس وفيجرز، انت دلوقتي على الابروتش اللي هتوصلي بيه كل معلومه من المعلومات اللي انا قررت ان انا اوصلها. مجمع كل الشخصيات بانماط الشخصيات اللي قدامك كلهم عاجبهم اللي انت بتقوله لان انت بتتكلم بلغتهم هم. واضح. بيختلف حاجات معينه اللي هي بنسميها، في حاجات ما تعملهاش على حسب الكالتشر اللي قدامك، في ثقافات معينه ما بينفعش فيها حاجات معينه، ماشي. انا مش هخش في القصه دي لانها قصه طويله، وبالتالي اقدر ان انا اقول ايه، انت مش هتتكلم في ثقافات، انا عايز اطمنكم ان انتوا لما هتتكلموا في اطار البيزنس، بيزنس از بيزنس، ففي حاجه اسمها كوزموبوليتان انفايرمنت اللي هي تقبل بتعدد الجنسيات وتقبل بتعدد الشخصيات وليها بروتوكولات وليها بيزنس، ليها اتيكيت معين. الاتيكيت مش اقصد شوكو سكي، انا اقصد اسلوب حوار واسلوب تواصل معين، كلمات وطريقه اللي هي بنسميها الكوزموبوليتان، اللي هو لما واحد بيوصل لليفل ان هو بيتكلم مع شخصيات مختلفه على مستويات عاليه، على كالتشرال باك جراوندز مختلفه، ده لازم يبقى عنده المعلومه دي. وفي اغلب الاوقات في الحاله اللي انت بتتكلم عليها ما بتبقاش بابليك سبيكينج قد ما هي سبيتش للناس العاديه، لكن البابليك سبيكرز اللي يقدروا يعملوا الليفل ده بيبقوا ليفل تاني خالص، مستوى تاني، تدريبات تانية خالص، مهارات تانية خالص، مش مطالبين احنا في حياتنا الاجتماعية والمهنية ان احنا نوصل للليفل، نوصل للليفل ده. واضح. لكن نقدر باللي انا قلت عليه اللي هي 1-2-3 دي بس. جميل جدا جدا جدا. وراكي كلمات محفزة وجميلة خالص، define your future، maximize your capabilities، sharpen your skills. ريهام نورتينا. Thank you. أنا مبسوطة إن أنا معاك. نورتينا وشرفتينا ونورتي في ابني. ربنا يخليك، أنا سعيدة بتواجدي معاك ودايما سعيدة بدعوتك أنت بالذات، بحب أتكلم معاك. مثقف جدا، متعلم جدا، أسلوبك بيريح الناس. فأنا أنا متنبئة لك، سامح ب ربنا يخليك يا رب. بجد ربنا يخليك يعني I am sure إن أنت هتوصل للي أنت عايزه وفي وقت أقل من اللي أنت متخيله كمان. ربنا يخليك يا رب، ولا نتحرم منك ابدا، وان شاء الله رب العالمين للقاءات مستمره ومستديمه ان شاء الله رب العالمين. انا على المستوى الشخصي لما بتقولي والله معاك، فانا والله على المستوى الشخصي والله بجد فعلا بطلع بحاجات كتير جدا جدا، مش شويه دردشه. ممكن تكون الدردشه دي دردشه عاديه خالص، انت يعني ممكن تكون عندك انت عاديه لكن انا عندي مش عاديه. انا ميرسي جدا، وميرسي للحضور، وميرسي للاسئله اللي انتم اللي بعتوها والانجيجمنت. يا رب اكون كنت ضيف خفيف عليكم وابقى جدا جدا جدا. تسلمي يا ريهام، شكرا جزيلا. شكرا كمان لكل الحضور اللي معانا، شكرا لتطبيق فدني، وشكرا كمان للاستاذ العظيم اللي ورا بقى ورا الكاميرا في الباك ستيج كده، استاذ نور، مهندس نور، اللي يعني ظبط لنا كل حاجه النهارده على اللقاء والترتيب والمجهود والوقت. وان شاء الله رب العالمين للقاءات اخرى. شكرا جزيلا، نشوفكم ان شاء الله رب العالمين الاسبوع الجاي في موضوع كمان جديد في البودكاست بتاعنا. نشوفكم الاسبوع الجاي على الف خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.